الإنجليزي. على بركة الله. السلام عليكم إخوان. المباراة كانت صعبة، خصوصاً التقارب سلم الترتيب، كان ممكن تكون فاصلة المباراة، سواء غادي يصبح فتح الرباط اللي غادي يعتمد على 6 نقاط أو غادي يصبح في نفس عدد ديال النقاط، وكانت هنا الأهمية ديالها. كانت عدة معطيات اللي ممكن كانت كنا متخوفين منها، وهي الخمس مباريات الأخيرة لعبنا 4 على الإكستيريور وماتش واحد اللي لعبنا أدوميسيل، الظروف كانت صعيبة مع فريق الحسنية، دونك حتى داك الجو ديال الملعب ديالنا والجمهور ديالنا والطريقة ديال اللعب، لأنه في المباراتين الماضيتين خرج بيننا 3-2، دونك اللي ساعدنا في هذا الشيء هو الفيديو، لأنه عطينا اللاعبين حصص كثيرة من الفيديو اللي شافوا المباريات اللي لعبوها هنا في الميدان، شافوا المحاولات اللي كانت، التشجيعات ديال الجماهير، هذا الشيء كله حاولنا نرجعوا به اللعبة بسرعة للأجواء ديال الملعب ديالنا. البداية ديال المباراة كان فريق فتح الرباطي تمكن من الكره، حنا كنا عبر المرتدات كان ممكن نخلقوا فرص، مع بدايه ديال الشوط الثاني تم تعديل الخلل اللي كان عندنا في وسط الميدان، فقط في التمركز قدرنا انه نتحكموا في الكره، قدرنا انه نخلقوا فرص. فتح الرباطي كذلك صمدنا اليوم كان تكافؤ، ولكن بعد ما سجلنا الهدف فتح الرباطي ضغط بعدد كبير من المهاجمين، لانه شفنا المهاجمين اللي دخلوا لا الزرموني لا بدر موسينا يقيقين كلهم بنزعة هجومية، فحاولوا أنهم يسجلوا هدف التعادل. اللاعبين في خط الدفاع كانوا مركزين، قدروا أنهم يحافظوا على نظافة الشباك، كنظن أنه اللاعبين يستحقوا أن يكونوا تهنئة ويستحقوا المرتبة اللي هو فيها الآن، فكنظن أنه الحمد لله وعدنا الجماهير ديالنا بالمينيموم ديال 42 بوان في الموسم، قدرنا أنه نوصلوا على بعد 3 دورات، الآن غادي نحاولوا نجتهدوا أكثر 3 دورات مقبلة باش نقدروا نغنيو المحصلة ديالنا من النقاط ونتسلقوا مازال ترتيب الصفوف.